عرف نفسك. يسر محمد قاسم فوق الشرقيه. ايه يا استاذ يسر، ايه الاخبار؟ مشكلته والله جالنا قرار وقف على العمل، احنا 7 زمايل وجالنا قرار وقف على العمل، خصم نصف الراتب بدون موجه حق، بمشكله اتهمنا فيها باطل. بدون فين اول شغال؟ فين؟ في الازهر فاوس. وكيل معهد قراره الشاكوشي. فوجئنا ان احنا، انا قاعد في بيتي دخل علي ناس وبيسالونا على واحد اسمه استاذ الشيخ فتحي والشيخ عبد الرؤوف. اللي طلع عندي لا الشيخ فتحي ولا الشيخ عبد الرؤوف، نزلوا لنا وعاملين لنا روح لوكيل وزاره، روح لوكيل وزاره، جاي الفاكس دوت بيقول لنا انتوا موقوفين على العمل عشان بتسهلوا الغش الجماعي، وانا ليس لنا علاقه بهذا الموضوع من بدايته لنهايته. حاولنا نقابل فضيله الامام اكثر من مره، بقى لنا اكثر من 20 يوم متردد على المشيخه، بناخد وعود من محمود بسبيحه ان الموضوع ان شاء الله هيتحل، ومش عرفنا نوصل لحد دلوقتي فضيله الامام الاكبر. كم واحد؟ احنا 7 اشخاص، 7 بيوت بتتخرب. اسماءكم ايه طيب؟ الشيخ فتحي علي غميمي، الشيخ معهد قراءات، يسر محمد قاسم وكيل معهد قراءات، الاستاذ محمد عثمان وكيل معهد تدات سمعنا، الشيخ عبد الرؤوف الشاكوشي الشيخ معهد الشاكوشي، الاستاذ صبرت عزيز مدرس اول فتاه فاوس، ومعانا ابنتين الابله منى الغنام مدرسه وكيلة معهد فتاه فاوس، والابله سناء طنطا وكيلة معهد فتاه غنيمه. فجاي قرار بينا احنا الكل. وتوقفنا على العمل وفعلا اتنفذ القرار. وانا دي 7 بيوت بتتخرب. حقق معاك ولا ما بدون اي تحقيق؟ بدون اي تحقيق. القرار معانا اهو، الصوره حضرتك هتشوفها. ان احنا متحولين لنيابه اداريه ومتحولين لمحكمه ادبيه، ومفيش حاجه حصلت غير ان توقف مرتبنا وتوقفنا على العمل 3 شهور. بنجي رحنا نيابة إدارية سألنا، مفيش أوراق وصلت عندنا ولا في السنة ولا في القاهرة، ولا هم حققوا معانا في القانونية ولا أي حاجة خالص، غير إن احنا طلعنا على الإعلام وفضحنا في البلد فضيحة ملهاش أول ولا آخر. بدون أي وجه حق. طب ادينا رقم تليفونك عشان لو حد عايز يتواصل معاك ويحل لكم مشكلتك. ماشي، هقول لحضرتك 015-155-46-8-36. طيب هاخد بس صورة القناة عشان أهو مع حضرتك أهو. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم. شكرا.